أعزائي طلاب الصف الثاني الثانوي، أهلا بكم. يا ترى إيه أخباركم؟ شوفنا الفيديو بتاع يونت 1 جرامر والتطبيق اللي عليه، شوفنا كمان الفيديو بتاع يونت 2 فوكابلري الكلمات وذكرناها كويس. يلا بينا ندخل على الحل بتاع فوكاب يونت 2. عندي دايما السؤال المهم choose the correct answer. احنا كده يا ولاد بنطبق مع بعض على كل الكلمات اللي اخدناها في unit 2 eating around the world. الجملة رقم 1 universities should do more to space young people. لابد ان تبذل الجامعات الكثير لكي نقط للشباب، لكي ايه؟ لكي طبعا prepare. واحنا قلنا verb prepare يعني يحضر اكل او ممكن يحضر شخص للمستقبل. ادي كلمة prepare. الجملة رقم 2 the poet read several space from his new poems in a program. الشاعر ارى نقط عديدة من قصائده الجديدة في برنامج. ارى ايه طبعا؟ نشوف مع بعض الاختيارات. اثر ماركس فوليومز اكستراكتس سكريبتس. طبعا ارى مقتطفات من مقتطفات مأخوذة من القصائد يعني اكستراكتس. تمام. الجملة رقم 3 only 6 passengers not the plane crash. plane crash يعني اصطدام طائرة او تحطيم طائرة، و passengers يعني ركاب. فانا بقول only 6 passengers حصل لهم ايه؟ تعال شوف الاختيارات. avoided, affected, survived, flashed. طبعا الاجابة الصح اللي خدناها في اليونت survived the plane crash يعني بقوا على قيد الحياة من اصطدام الطائرة. الجملة اللي بعدها number 4 many cities around the world have different نقط from different times. دول كثيرة لديها نقط مختلفة مع مرور الوقت. طبعا كل الدول ليها مهرجانات الخاصة بيها، خلاص ليها ايه؟ ceremonies ولا festivals ولا games ولا sports. طبعا الإجابة صح festivals. تمام، لأن الceremony حاجة صغيرة يعني. تعالوا نشوف السلايد اللي بعد كده. انا هدي لك فرصه تجاوب الاول. الجمله اللي بعد كده نمبر 1 بتقول the criminal was arrested on his not to the airport. فكر معايا كده on his arrival arrived arrives. طبعا on his يبقى يجي بعدها النون، والنون بتاع arrive يصل الوصول arrival. تمام. الجمله رقم 2 the illness of coronavirus can cause a loss of smell and بيسبب فقدان الإصابة بمرض الكورونا، بيسبب فقدان حاسة الشم ونقط. يا ترى ايه؟ hearing ولا taste ولا touch ولا sight؟ طبعا الشم والتذوق، يبقى taste. تمام. الجملة رقم 3 the meeting will take place on Sunday. الاختيارات اللي عندي the meeting will take part, take place, take up, take in. طبعا احنا لو مذاكرين كويس كلمة take place دي الاجابة الصح. طبعا انا عايز اعرف يعني ايه take part؟ قلنا take part بمعنى يشارك، take up يعني يحتل او يشغل، take in يعني يستوعب او يمتص او يفهم. طيب نشوف الجملة اللي بعد كده، نشوف الحل اهو. الاول take place يعني يحدث. He is very punctual يعني منضبط في مواعيده. He not at work on time. عندي reaches, gets, arrives, goes. طبعا لو بصينا هنلاقي كلمة he not at، طالما قلنا at يبقى لازم هنلتزم بايه؟ بarrives، لان arrives تاخد in للاماكن الكبيرة و arrives at للأماكن الصغيرة، وبنعتبر كلمة work من الأماكن الصغيرة. طب ما تقول لي
هتقول لي goes، اقول لك لا goes to، gets gets to، reaches ما بتاخدش حاجة، ما بتاخدش preposition. الإجابة اهي arrives at work. نكمل مع بعض، هدي لك فرصة انك تجاوب. We should not what our ancestors had written. Ancestors يعني أسلافنا أو أجدادنا. لازم نعمل إيه للي كتبوه؟ Affect, respect, reflect, benefit. تمام، أنا سامع حد بيقول respect يعني نحترم what our ancestors had left. Okay. الجملة اللي بعد كده، You should follow safety not. You should follow safety rules, 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 rails. طبعا واضحة جدا اسمها قوانين السلامة، safety rules تالت إجابة. تمام، الجملة اللي بعد كده، number three، many scientists space new inventions every year. الكثير من العلماء نقط اختراعات جديدة كل سنة. وهنلاقي عندنا present, introduce, prevent, invite. طبعا انا عندي prevent دي و invite مش ماشيين مع الاجابة خالص، لكن عندي present و introduce. present هنا حد بيقدم هدية، خلاص. introduce حد بيقدم شخص لشخص او بيقدم شيء جديد، وانا عندي واضحة هول كلمة new inventions، يبقى الاجابة صح introduce. رقم أربعة، I think that working hard is better than traveling not. الجملة بتقول أنا أعتقد أن العمل بجد أحسن بكثيرا من السفر نقط. السفر إيه؟ السفر board abroad aboard broad. طبعا يلخبطوا، board يعني لوحة أو سبورة، abroad اللي هي traveling abroad هذه الإجابة الصح. abroad يعني السفر خارج البلاد، aboard انك تطلع على سطح سفينة او مركب، broad يعني واسع. تمام، السؤال اللي بعد كده، the young doctor's death from COVID-19 should not as a warning to others. موت الأطباء الصغيرين بسبب COVID-19 يمثل او يخدم كتحذير لنا، بيقدم لنا تحذير. يقدم هنا بمعنى serve، خلاص يقدم لنا تحذير للآخرين. تعالوا نشوف اللي بعد كده، ادي serve. الجملة رقم واحد، you can hardly not a child of three to know the difference between right and wrong. من الصعب ايه طفل عنده 3 سنوات انه يعرف الخطأ، التفرقة بين الخطأ والصواب. عندي الاجابات accept, accept, expect, respect. من الصعب ان تتوقع، خلاص، اللي هي expect تالت اجابة. هتقولي طب accept، اقولك accept يعني يقبل. طب و accept ما عدا respect يحترم، فعندنا ايه expect. السؤال رقم اتنين أو الجملة رقم اتنين، A or an not is a type of shellfish that can be eaten cooked or raw. raw هنا بمعنى مش مستوي، ني يعني، cooked يعني مستوي. فأي نوع الشيلفش؟ نوع من المحار يتاكل كده أو كده. sponge ده حيوان الاسفنج، shrimps الجمبري، owl دي البومة، oyster المحار. تمام، let's get not after work and go to the cinema. let's get احنا خدناها في اليونت، let's get together، نتقابل ونروح السينما. تمام، الجملة رقم اربعة، unfortunately internet websites are full of improper not stories about famous people's lives. طبعا العايز اقول يعني قصص مثيرة او ساخنة يعني، يبقى لازم اقول ايه spicy stories. spicy stories. شوفوا الجملة الاخيرة، many small companies couldn't space the economic crisis. الازمة الاقتصادية ما قدروش يعملوا ايه
they couldn't survive يعني يكملوا يبقوا. تمام، تعال نشوف السلايد اللي بعد كده. Space is a quantity of something. هسيبك انت تفكر واقول لك ايه الاجابه. Space is a quantity of something. تمام، amount اللي هي letter A amount. To do something fun to show that an event is special is to عشان احتفل is to a certify collaborate celebrate courticated. طبعا هتبقى ايه is to celebrate. To space is to have a meal outside home. اكل برا البيت اللي هي ايه to eat out اللي هي letter B. To meet people and spend time with them is to طبعا عشان اقابل الناس get together get together. الجملة اللي بعد كده number 6. To knot is to get something ready to eat or use. خلي الحاجة جاهزة ان انا اجهزها يعني يبقى prepare يحضر letter A. To give people food and drink is to طبعا الإجابة الصح يقدم أو يخدم يخدم على الناس serve يقدم أكل يعني letter C. Number 8. Not means old ways of doing things that don't change. طرق قديمة لعمل الأشياء اللي هي إيه traditional تقليدي أو قديم. That dog is space to his master is a loyal loyal يعني مخلص. هسيب لك الجمل دي تفكر فيها وحلها في الآخر معاك. الجملة رقم 1 بتقول everyone knows the right to say no or yes. كل شو everyone طبعا تعامل معاملة المفرد فنقول everyone has the right لديه الحق ان هو يقول نعم او لا. كريم is careful careful of او careful about الاثنين صح. his reputation يعني سمعته حريص على سمعته اللي هي letter B. as a teacher he was highly noted for his patience. كان ايه كان شخصية مدرس ايه شخصية respected محترم. هتقولي طب ما respectable و respectful respectful يعني هو اللي بيحترم الاخرين و respectable يعني من عائلة محترمة اجتماعيا. respect ده الverb. عالز loyalty to his friends had made him اخلاص والاصدقاء وخلاه يعمل ايه نقط lies طبعا بنقول tell lies tell lies خلاه يكذب يعني. he lies to her كذب عليها to her about his work and age. هسيبهم لك في الفيديو تحلهم تاني لوحدك.